في مدينة ويفيل المشمسة، حيث يلتقي المحيط بالشاطئ الذهبي، عاش نورا الصغير اسمه ساندي، كان يحلم بركوب الأمواج المتلألئة. بقلب مليء بالشجاعة، قررت تحويل حلمها إلى حقيقة. طلبت ساندي التوجيه من السلحفاة العجوز الحكيمة شيلبي، المعروفة بركوب أكبر الأمواج في البحر. شاركت شيلبي أسرار التوازن ومتعة الرقص مع الأمواج، وبإلهام من ذلك صنعت ساندي لوحاً صغيراً لركوب الأمواج من قطعة من الأخشاب الطافية، وانطلقت للتغلب على الأمواج. كانت محاولاتها الأولى متذبذبة ومليئة بالضحك، لكن ساندي لم تستسلم. يوماً بعد يوم كانت تجدف خارجاً وتواجه الأمواج وتحاول اللحاق بالرحلة المثالية، وهتفت لها الدلافين والأصداف البحرية، مما خلق جوقة من التشجيع ترددت أصداءها على طول الشاطئ. في صباح أحد الأيام المشمسة، وبينما كانت الأمواج تتضخم برشاقة، تجدف ساندي في قلب الأمواج، وبإصرار واضح في عينيها أمسكت بموجة وركبتها برشاقة طائر النورس المحلق. اندلع التصفيق على الشاطئ بينما شقت ساندي طريقها عبر الأمواج المتلألئة. منذ ذلك اليوم أصبحت ويفيل ملاذاً لركوب الأمواج لطيور النورس. لقد ألهمت روح ساندي الشجاعة جيلاً جديداً لتحقيق أحلامهم، مما يثبت أنه مع المثابرة والقليل من المساعدة من الأصدقاء، حتى طائر النورس يمكن أن يصبح إحساساً بركوب الأمواج. وهكذا في أمواج ويفيل المشمسة أصبحت قصة ساندي لركوب الأمواج قصة شجاعة ومثابرة ومتعة الركوب عالياً على أمواج الصداقة. النهاية.